الفرق الوحيد بين الناقد السينمائي ومن يجلس إلى جواره من غير نقاد السينما أثناء عرض أي فيلم أن مهنة الناقد هي النقد. يمكن يوسف شاهين مش موجود في فيلم الأرض بالروح بتاعة يوسف شاهين اللي من الأفلام الأخرى قد الجمل التي يقولها الأبطال الحوار تبقى جمل سريعة أو الفلاحين ما بيتكلموش بالسرعة دي. فإن من الغريب ومن المؤلم أن نجد أي صناعة سينما في العالم تجاهلت حياة أبناء الريف عندهم كما حدث عندنا. أول ما عدت قال لي يا أستاذ إبراهيم أنا بيهاجبنيش غير الشعوعية. أنا شايف اتحاد الكتاب. قلت له يا أستاذ ثروت احنا قاعدين في مبنى بنيته الليبرالية المصرية، تحت المبنى ده محدش كان بيقول لحد أنت شيوعي وأنت إخواني.